بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء لله در الحاملات أمانة الطامعات بجنة وجزاء الداعيات إلى الهدى في حكمة فلهم من الأعماق جل دعاء لله در الحاملات الأولين والآخرين. يقول المؤلف يؤمن المسلم بألهية الله سبحانه وتعالى لجميع الأولين والآخرين وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية والهداية الله سبحانه وتعالى له قبل كل شيء إذ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. هذا الفصل من أهم الأبواب حتى في حياة كل المسلمين. كثيرا من المسلمين ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن كما قلت في الدرس السابق أنه الجيل الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. The first generation of the صحابة رضوان الله تعالى عليهم they comprehend, they understand the meaning of لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك كثيرا منهم آمن بها وكثيرا منهم لم يؤمن بها، أو بالأصح قليلا منهم آمن بها. There's a few of them they believe in it, لا إله إلا الله. And the majority in Mecca not believing لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون. They are confused about it. Some people believe, some people not believe, some people in the middle believe or not believe. لذلك هناك أركان لوحدانية الله سبحانه وتعالى، يعني الركن الأول لا إله، والركن الثاني إلا الله. لا إله النفي، لا إله there is no God نفي، وأثبتت بإلا الله. الإثبات that means firm with إلا الله سبحانه وتعالى. والألوه والإله هو المعبود، المعبود the one we worship. The one we worship. And of course, الاعتماد عليه بالمحبة والرضا والذل إليه سبحانه وتعالى. الاعتماد من you depend على الآله سبحانه وتعالى. We depend in Allah سبحانه وتعالى. And also we satisfy بالقدر. Whatever Allah سبحانه وتعالى has given us, we agree about. We accept it. And also to humiliate ourselves when we ask in Allah سبحانه وتعالى. لذلك شروط لا إله إلا الله يا إخواني مهمة جدا جدا من الجيل الأول فهمها. The first generation they understand لا إله إلا الله and إن شاء الله this generation supposed to understand لا إله إلا الله. ليس كلمة تقال. عندما قيل الحسن البصري رحمه الله تعالى قال سألوا الحسن البصري قالوا من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، قال نعم ولكن من أدى حقها وفرضها. وإذا fulfill the right of لا إله إلا الله and the obligation of لا إله إلا الله. ولا إله هو المفتاح كما قال الحسن البصري أيضا، ولكن المفتاح له أسنان and the key there is teeth. The teeth is the right of لا إله إلا الله. Then only we open the لا إله إلا الله مفتاح الجنة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من علم بها دخل الجنة. من علم بلا إله إلا الله you understand and comprehend the conditions of لا إله إلا الله will enter the جنة. Not anybody can say لا إله إلا الله. Sometimes brothers they marry non-Muslim woman, Christian or Jews, and she fast with him in the month of Ramadan. She pray Taraweeh with him in the month of Ramadan. She pray with him in the month of Ramadan. Is that accepted? It's not accepted because the first condition لا إله إلا الله is not there yet. If there is no لا إله إلا الله,
doesn't mean that's it. That person, whatever that person do is not accepted. Whoever or whatever is not accepted. لذلك يقول الحافظ الحجم رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله. He made it in poetry, in بيوت شعر. قال هي العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول وقال والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Again, كان العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. So with this, those conditions, number one, العلم, we have to understand, we have to have a knowledge of لا إله إلا الله. We know the لا إله إلا الله, محمد رسول الله. Just like I mentioned in the first time we sit and spoke about العقيدة, لا إله إلا الله, محمد رسول الله, like a bird with two wings. One wing with لا إله إلا الله and the second wing, محمد رسول الله. برضو لا إله إلا الله, وحديها مكة. لا إله إلا الله, only لا إله إلا الله, without محمد رسول الله is not enough. It's not going to reach us anywhere without understand محمد رسول الله. وقال برضو خبرتكم إنه عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, كلمة أشهد, كلمة أشهد باللغة من إيه؟ من المشاهدة. In Arabic language, أشهد from you see, you شاهد, you witness by your own eyes. There is no God to be worshipped, deserve to be worshipped, but Allah subhanahu wa ta'ala. And you also witness. There is no prophet to be after the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will believe in him. And there is no prophet after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So al-ilm, al-ula, number one, with these conditions, المؤلف لم يذكرها في الكتاب, ولكن احنا ضروري جدا, the author is not mentioning that in a book, but it's very important for us to know those conditions. To know those conditions, العلم بلا إله إلا الله. I know لا إله إلا الله is a statement. They're like any statement. But I have to understand the obligations and the rights of لا إله إلا الله. I have to understand what is obligation on me with لا إله إلا الله. What is فروض لا إله إلا الله. What is أركان لا إله إلا الله. What is شروط لا إله إلا الله for me to become a Muslim and a believer. وأنا ممكن أقول لا إله إلا الله خلاص مسلم, ما فيش عليه غبار. There is no doubt I am a Muslim if say لا إله إلا الله. ولكن حقها وفرضها I am a مؤمن. The right and obligation of لا إله إلا الله I reach the area of إيمان إن شاء الله رب العالمين. So العلم الأولى, بعدين اليقين. يقين. Trust, depend in لا إله إلا الله. يقين, I believe it in a heart. Not only قول باللسان. الإيمان يا إخواني قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. So you statement, you say it in your tongue and you have to believe it in the heart and you have to practice in your body parts. وعمل بالأركان. That is the إيمان. So اليقين, I believe in لا إله إلا الله and I have to practice لا إله إلا الله. I have to practice لا إله إلا الله, يقين, trust in that. And then القبول, I have to accept it, whatever rules and regulations of لا إله إلا الله, I have to accept. هذه الأمانة أيضا على فكرة. إن عرضنا الأمانة على إيه؟ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. That what is, إيش يعني لا إله؟ إيش الأمانة هنا؟ What is the أمانة؟ The translation of أمانة trust. Trust, that enough. لكن يا كل الأوامر والنواهي التي أمرنا من الله سبحانه وتعالى والذي نهينا من الله سبحانه وتعالى. All the duties that Allah سبحانه وتعالى has ordained to us, that is the أمانة. All the duties that Allah سبحانه وتعالى has ordered us, ordained to us, that is the أمانة. It's not كلمة تقال trust and that's it. في على فكرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هناك بئر اسمه بئر بئر الأمانات يوم القيامة. بئر عميقة والعياذ بالله في جهنم. إذا well, huge deep well in جهنم والعياذ بالله. For those people, the أمانة is the one he is not fulfilling his
أمانة ثمونة. الله سبحانه وتعالى قال انظر في ذلك البيت look in that well and deep والعياذ بالله deep and that person the one he's not fulfilling the amana not fulfilling the conditions he will be in that well والعياذ بالله may Allah protect us from that يا رب العالمين. لكن من الأمانة الأمانة التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن هناك أمانتان أمانة عامة يا إخواني مهم جدا هذا الكلام أمانة عامة وأمانة خاصة أمانة عامة وأمانة خاصة. الأمانة العامة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والخاصة that all the duties that Allah سبحانه وتعالى العامة that's in general أمانة is لا إله إلا الله an individual أمانة خاصة for whoever that أمانة we have to fulfill every person has to accept the duties that Allah سبحانه وتعالى has ordered to us أمانة عامة وأمانة خاصة and that's what we're talking about القبول قبول we accept the rules and number four الانقياد and we fulfill it number four الانقياد you go to the direction whatever Allah سبحانه وتعالى has ordered us to do no questions asked we don't say why Allah سبحانه a lot of people they said why الخنزير حرام why the pork is حرام because Allah says so the answer is Allah says so regardless there is disease or no disease or sicknesses or viruses whatever in the pork regardless if I accept la ilaha illallah is and I accept the khanzir is haram Allah subhanahu wa ta'ala harramat alaykum al-maytah wad-dam wa lahm al-khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bih wal-munkhaniqah wal-mawqudah wal-mutaraddiyah all this haram 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 but why this why there is no ask if you accept la ilaha illallah muhammad rasulullah there is no why there is no question mark لماذا؟ عشان الانقياد. الانقياد I follow the direction of Allah سبحانه وتعالى with the قبول. I accept and I follow the direction. Then he said والصدق تصدق أنه whatever Allah سبحانه وتعالى ordered for you is good for you. أي قدر من أقدار الله سبحانه الله يعني في بقول لك مثلا بقول له أنا لو علمت ما في الغيب لا لاستقرت نور الله مثلا I will, if I know what is in the future I will accept the fact the present time I will accept it it's truly actually if because we didn't know what's in the future I don't want to know what's in the future I know I am a Muslim in this moment الحسن البصري برضو نتكلم عن الحسن البصري إن شاء الله أكثر حسن السؤال قال يا إمام أتحب أن تموت الآن أم تموت شهيدا في الكعبة قال والله أحب أن أموت الآن قال الشهادة في الكعبة قال الآن أنا عارف نفسي أنا مسلم now I know that I'm a Muslim but when I go to the كعبة how I know that I will still a Muslim but I guarantee that I am a Muslim now أتي إلهي محمد رسول الله so do you accept to die now or to die a martyr شهيد in the كعبة and say no I accept to die now إمام بالشهادة الكعبة say now I am a Muslim But when I go to Kaaba, how I know that I will die as a shaheed? See? Truly. Sayyid Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. قال إن الله أضمن إنه لو one foot inside الجنة and one foot outside the Jannah, I still I'm not sure 100% I will be inside the Jannah. لو نادى منادي عمر بن الخطاب أيضا قال لو نادى منادي لو كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا لذلك الواحد. وقال العكس ايضا لو كل الناس في جهنم ولكن واحد في الجنه لظننت اني الذي انا في الجنه وعمر بن الخطاب said if there is a caller calling everybody in the jannah except one person I will think that person me will be not in the jannah عمر بن الخطاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم said if the shaitan comes in one road and عمر بن الخطاب come from the same road the shaitan will run away from عمر سبحان الله. Now he said, if there are caller, everybody said, everybody in hellfire except one person would be in the Jannah, I would think that person. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. Good expectation in Allah سبحانه وتعالى. من الصدق. I believe in لا إله إلا الله, محمد رسول الله, and I believe if I fulfill the rules and regulations of لا إله إلا الله, I'll be in the Jannah. إن شاء الله رب العالمين. وهي said, والإخلاص. يا إخواني. لا يقبل عمل ابدا من غير اخلاص اخلاص and اخلاص sincerity
and following the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. These two conditions will have to be fulfilled all the time. شرطين لأي عمل من الأعمال. الإخلاص باتباع السنة. The إخلاص sincerity and following the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Without إخلاص, your عمل is not accepted. What is the إخلاص here? Did you come for عشاء for what reason? Like Allah subhanahu wa ta'ala ordered me just to come for عشاء and pray jama'at. I get 27 degrees better than pray home. 27 degrees better, right or not? Because I know Allah subhanahu wa ta'ala will give me the reward for that. That's the إخلاص. Not only like the Sheikh just recited in the first rak'ah. So the الذين هم يراؤون ونحن they're being shown, you're not showing anybody. But the Fajr and Isha, you're not showing anybody. Everybody sleep now almost. Almost midnight for some people. Right or not? Subhanallah. And then he said, that's what the last one, Al-Mahabba. The last one, after Al-Ikhlas, Al-Mahabba. Love the statement of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I'm just doing it out of love of Allah subhanahu wa ta'ala. Our longing, اشتياق لله سبحانه وتعالى. يعني يا إخواني كلمة المحبة يعني والله الشخص الذي لا يؤمن أنه سيرى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا إنسان صراحة فيش من طعم للحياة عنده أو للعبادة حتى. يعني the person is not believing he gonna see the face of Allah سبحانه وتعالى in the day of judgment. That person have no value of worship, no sweetness of worship. What is the Jannah? What is the Jannah? Yes. What is the sweetness things in the Jannah? When you see the face of Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-husna wa ayyin. وزيادة. لذلك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني نعمة النظر إلى وجهك الكريم. تجي من جن ذا نعمة of just looking at your face يا رب. Right or not, يعني. So we always longing to see Allah subhanahu wa ta'ala, to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala. نسوى يوم الجمعة يعني حقيقة اللي بيجي متأخر يوم الجمعة أو بعد ما يبدأ الإمام أنا بحزن عليه. The person who come late in the day of Jum'ah and when the Imam start, I feel sorry for that person. When I stand in the minbar and people coming in, I feel very sorry for them because their name is not recorded. And Allah subhanahu wa ta'ala, every Friday in the time of Jum'ah, we will see His face subhanahu wa ta'ala. Hadith al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Right? Manabir al-Nur is a podium from life in the presence of Allah. In the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. And when? In the time of the Jum'ah. And for those people, their name is not recorded in the angels, because the angels standing outside the door. Whoever entered, as far as the khutbah is not started, your name will be recorded. If the imam starts, assalamu alaikum, the angel will enter, they fold their books, and there is no names will be. Your salah is accepted, astaghfirullah. I didn't say your salah is not accepted. No, your salah is accepted, insha'Allah, Rabbil Alameen. But your name is not in the list, right or not? Yeah, Ikhwan, subhanAllah, I feel really very sorry for those people and say, I don't know, there is no hadith mentioned they are going to see the face of Allah or not going to see the face of Allah, subhanahu wa ta'ala. Isn't it? But Allah, subhanahu wa ta'ala, but we should make dua for those people to yadru al-bay'a, yadru everything, to leave everything behind and come to that. Jum'ah, inshaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of brothers and sisters, inshaAllah. Anyway, let's come to the hadith, the first, al-adilla al-naqliya. When I say naqliya, by the way, reported by the Quran, from the Quran. Naqli, that's been something from the Quran. Shahadat Allah subhanahu wa ta'ala, wa shahadat al-malaika, wa ulu al-ilm ala uluhiyyati subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, it's a beautiful ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, mentioned Surah Al-Imran. I say, shahid Allah. أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. The first شهادة. The poetry will mention with the seven العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص. This is very important to always remember, inshallah. Always remember because we have to work upon those seven all the time. And Allah subhanahu wa ta'ala, He is the word witness. Look at that. Shahid Allah. You don't need anybody to make shahada to Allah subhanahu wa ta'ala.
إذ ينفر الله سبحانه وتعالى شهيد علينا وعلى نفسه سبحانه وتعالى. إذ ينفر الله سبحانه وتعالى witness for us or for himself. He does not mean us. يا أخي والله يا أخي سبحان الله. الكرة الأرضية مقارنة بس في السولار سيستم بتاعتنا مش باليونيفيرس بس بالسولار سيستم بتاعتنا ولا شيء. The earth compared to our solar system. Our solar system compared is a dot. Not in the universe. Compared to the universe, would you know? It's like a dust. Dust is something you cannot even see. And honestly, when you come to just our galaxy, a mixed galaxy, and try to look at the earth, I challenge you if you can define the earth. Our galaxy and a second galaxy, two galaxies. And try to find the earth. You cannot find the earth. And you think Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be witness that He is Allah? Actually, we need to witness that He is Allah. La ilaha illa huwa. Adi al-uluhiyya, al-ikhwan. Al-uluhiyya. Yani la ilaha illa Allah. This is the key. Hadi arkan al-tawheed. Hi arkan al-tawheed itnin. Ithbat wa nafi. Nafi wa ithbat. Nafi doesn't mean la ilaha. There is no God, nothing, negative. إِلَّا اللَّهِ بِإِثْبَاتِ أَنَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي يَجِبْ عَلَيْنَا أَنْ نَعْبُدُهُ. The one who will deserve to be worshipped only Allah سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. يا أخي إحنا نقول على الملائكة. The angel, the human being compared to the angels also nothing. The compared to the angel is if البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يدخلون ولا يخرجون. The بيت المعمور every day 70,000 of the angel entering the بيت المعمور to worship Allah سبحانه وتعالى. They go in, they will never get out. عشان كده آدم على فكرة كان يعبد الله في البيت المعمور. حديث الرسول في مسند أحمد آية آدم عليه السلام he used to worship Allah. When he came to the earth, he went to place to worship Allah subhanahu wa ta'ala just like everybody else, or the angels. Then Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to build the Kaaba, and the Kaaba actually straight under the Bayt al-Ma'mur. Subhanallah. So, shahid Allah al-Malaika wa ul al-ilm. Subhanallah. When you under those seven conditions, or seven conditions of la ilaha illallah, when we really work upon those seven conditions, you will be one of those witnesses that Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'bud. Because those people, when we spoke about it, Quraysh, they understand those seven conditions. Seven conditions, they understand, they comprehend it. That's why they rejected in the beginning, أَجْعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. You make all those gods one god. إنها شيء العجاب. This is something very strange. Is it? لكن مع العلم يا إخواني إنه هذه التماثيل كانت تقربهم إلى الله إيه؟ زلفة. يعني كانوا يعبدون الله، كانوا يعرفون الله. Those idols, they make them close to Allah سبحانه وتعالى. But they cannot go straight to Allah سبحانه وتعالى. They have to go through the what? The idol. That got the idol, and then that idol will take it to Allah subhanahu wa ta'ala. لكن ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. The Jews and Christians the same. Even the Buddhists. يقول لك هذا تمثال بوذا بيقربهم إلى الله. سبحان الله رب العالمين. لكن الحقيقة يقول لك the concept of God. The problem between us. When I will go to the interface. The problem is the concept of God. Actually, you know what? We agree. The concept of uluhiyya, إحنا نقول. The concept is what? It's uluhiyya. حتى بين المسلمين في فرق بين الإيمان والألوهية. Between the Muslims, you'll find this kind of distinction between what the إله. يعني الآن وإحنا صغار في المدارس لما كنا الناس يسألونا أين الله؟ الله يقول لنا المدرسين الله في إيه؟ في كل مكان والعياذ بالله. يعني الله everywhere. أو الله لا في حاجة ثانية يقول لك الله موجود بلا وجود. يعني يعبد عدم. يعني حقيقة يعبد كلمة هذه الله موجود بلا وجود يعني إيش معناها؟ يعني ولا شيء. الله exists without existence. What does that mean?
مين they worship nothing period ها يا استغفر الله ما بدنا نقول شيء لأن أربع مسلمين بيقولوا الكلمة هذه بس لا يعرفوا حقيقة الشروط لا إله إلا الله لو عرفوا الشروط لا إله إلا الله لما قالوا هذه الكلمة حقيقة يعني عشان كده لا نكفرهم إحنا لما نقول بدون سبي الكفار بس يجهلوا يجهلوا هذه الكلمة they are ignorant about the meaning or the concept of الألوهية the concept of الألوهية لكن not the concept of God by the way إحنا هم يقولون الله هو الخالق ونحن نقول الله هو الخالق لكن من إلههم ومن إلهنا هذا this is the problem الله أعلم البعضين يقول إخباره سبحانه وتعالى في غير آية يعني أكثر من آية يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعني يا إخوة يعني نحن إحنا أنت إنسان ولكن ليس كاملا تحتاج تنام لو بدك أولاد تحتاج إنك تتجوز ولازم يكون في شرط انك تتجوز انه ان انت بتخلف ومرضك بتخلف وي از هيومن بين وي لوك لايك بيرفكت ما شاء الله بس وي نوت كومبليت وين اي جيت تايرد اي كان اي جيت سليب اف اي وان ا سون اور ا دوتر اي هاف تو جيت ماريد اند اي هاف تو بي ابيليتي تو يو هاف كيدز بوي اند ذا وايف اي كان جيت ماريد اي سبوز شي سبوز تو هاف ذا ابيليتي تو برودوس كيدز تو ذس مين وي ار ان نيد تو ايتش اذر We are in need to everything around. I get hungry, what I eat. I get thirsty, I drink. لكن الإله لا يحتاج ذلك. الإله he doesn't need this, but I do need it because there is naqs. There is naqs. There's always deficit in human being or any creation. Any creation there is always deficit. لكن الله سبحانه وتعالى الله لا إله ذات آية الكرسي إن شاء الله سندرس آية الكرسي سويا الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى القوامة يا إخواني هو القيوم أنا ما كنت نايم هو اللي يدبر علي بعثت ملائكة خصوصي إنه يدبر علي ولا يخلوا بالهم مني ولا الله سبحانه القيوم the one when I sleep he is قائم قائماً مقبس سبحانه وتعالى right or not and he sent an angel to take care of me with the conditions of course right or not الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إن شاء الله we're gonna speak إن شاء الله about الأسماء والصفات we're gonna speak about this more in more details إن شاء الله أن يقول الله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم برضو الألوهية يعني الله سبحانه يتكلم إخباره عن درسي بالألوهية وإخبار نمرة ثلاثة إخبار الرسل سبحانه وتعالى كل الرسل يا إخواني أتوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا الله ما لكم إله غيره اعبدوا الله لا نريد أجرا منكم خلاص انتهت القضية worship الله don't make associate with Allah worship الله سبحانه وتعالى don't make associate and many آيات I don't want any reward I don't want anything from you just worship الله سبحانه وتعالى The whole key is worship Allah. All the Rasul, all the prophets and the messengers came for the same statement. Read Surah Al-Qasas, Surah Hud, Surah Al-Anbiya. In details, all the prophets say the same statement, repeat the same statement over and over. They don't want anything from us, the Rasul. The ayah just mentioned, يَا أَيُّهَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرًا So all this, Allah عز وجل sent the Prophet صلى الله عليه وسلم warner. And give good also glad tidings and there is a hellfire والعياذ بالله if I don't believe. Then he is the warner. So even the Prophet صلى الله عليه وسلم 23 years of prophethood نوح عليه السلام ألف سنة نبي ألف سنة كان نبي نوح ألف سنة إلا إيه إلا خمسين عاما هذه خمسين عام بس الحياة كانت المقبولة عند نوح عليه السلام لكن السنة وفي فرق ما بين السنة والعام ذكرت إليكم قبل ذلك ألف سنة إلا خمسين عام سنة 950 سنة 950 years of trouble and hardship and calamity and you name it لكن بعد 50 سنة خلاص كل الأرض مسلم the whole earth they are Muslims 50 years and he died after that
So Nuh عليه السلام, he lived more than 1,000 years. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه الأدلة النقلية يعني من القرآن والروح. هذه الأدلة العقلية يقول المؤلف, الأدلة العقلية intellectual proves that Allah is الإله. intellectual ربوبيته سبحانه وتعالى الثابتة دون جدل مستلزمة لألوهيته وموجبة لها. فالرب الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع وينفع ويضر هو المستحق لعبادة الخلق سبحانه وتعالى, والمستوجب لتأليمهم له بالطاعة والمحبة والتعظيم والتقدير وبالرب إليه والرهبة إليه. Beautiful statement that the author he said إن ربوبية الله, أنا ذكرته مع من الرب, متذكرين اسم الرب يا أبو حمزة, الرب الذي اللي هو إيه؟ الخالق والرازق والهادي والمقدر الأقدار, المقدر الأقدار سبحانه وتعالى الرب. هذا الله سبحانه, إن ربوبية الله يعني بعد بعض الكتب التوحيد الرب هو الإله, وأنا جابوا أدلة على ذلك وهذا صحيح الحقيقة, لكن الأصلح أن نقول الإله هو الرب. هم يقولوا الرب هو الإله, الله is the Lord, he is the الإله, ذا المعبود. لكن من الأصلح أن نقول الإله هو الرب البتر تزيد, الله is الإله المعبود هو الرب الخالق المقدر لمقادير السماوات والأرض والبشر والخلق أجمعين. إن شاء الله أن ربوبية تعالى الثابتة دون جدل, بسنين there is no one can argue about and even those, حتى الشيعيين يقول عنهم أبو حمزة, even those communists and the people not believing in Allah سبحانه وتعالى, when they are in hardship and calamity they will believe in Allah. If something happened to them, say يا رب يا رب سبحان الله رب العالمين. فالرب الذي يحيي ويميت كما هنا هنا عاد ذكرها اول حاجه الالوهيه, وبعدين ذكرنا الرب وهو صادق الشيخ رحمه جزاه الله خير. فالرب الذي يحيي ويميت قلنا هو الذي يحيي ويميت, الخالق الذي يحيي ويميت, الرب الله سبحانه وتعالى give life and death, ويعطي ويمنع, he gives some people and he prevents from some people and the opposite, وينفع ويضر, so he benefits some people and some people get hurt. وهو المستحق لعبادة الخلق, أن الله سبحانه وتعالى he the one deserves to be worshipped, الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا إذا كان كل شيء من المخلوقات مربوبا لله سبحانه وتعالى, بمعنى أنه من جملة من خلقهم ورزقهم ودبر شؤونهم, هذا معنى الرب اللي تكلمنا فيه المرة اللي فاتت, سيدنا الله سبحانه وتعالى he created them and provided them and he make everything available for them. سبحان الله, أنا ذكرت يعني سورة عما يتساءلون, هذا من أعظم الآيات السور, من أعظم السور سورة عما يتساءلون, سورة النبأ التي تبين كيف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس المختلفين بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات, those people they have a differentiation, اختلاف إن الله الرب المعبود سبحانه وتعالى كلا سيعلمون ثم إيه كلا سيعلمون, and then الله سبحانه وتعالى give miracles, ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا, and is Allah bringing Allah سبحانه وتعالى miracles, they live with it, miracles they live, they can see the earth, the earth and how Allah subhanahu wa ta'ala created the earth and how made the earth simple and easy for the people to use and how Allah subhanahu wa ta'ala created the mountains and the mountains holding the balance of the earth, they can see that subhanallah subhanallah ma'ana subhanallah juz'u amma kullu, the whole juz'u amma speaking about those miracles and how Allah subhanahu wa ta'ala created the clouds and the water and so in details Allah Azza wa Jalla gives those people signs to believe in Him as هو المألوه, Allah سبحانه وتعالى سبحان الله. And some people still disbelieve, لحتى الآن. Those people still disbelieve, سبحان الله رب العالمين. يعني ذكرت هذا خطبة الجمعة, سألوا هذا التعفور بلا ذكر أسباب. بلا ذكر أسباب. سألوا قال هل قرأت القرآن؟ قال لا لا لا, I will never read the Quran. Because he's dumb. That's why he will never read the Quran. If he's just smart enough, at least open the Quran and read the Quran.
Or even the seerah, the recent lady asked me about the seerah. No, no, I never read about the seerah. That means he's super dumb now. So excuse my language, brothers. I'm not in the member. Without the table. That's why I say that. But honestly, if somebody like him, he's really dumb. He's absolutely. I think his own daughter, German, saying the same thing about him. So my father is crazy. He's local. He said about his father. If it's the daughter saying that, what about us? Alhamdulillah, he's majnoon. Yeah. وشاهد شاهد من أهلي وشاهد شاهد من أهلي نسأل الله العافية نسأل الله العافية بس الاتصاف نمبر ثلاثة الأخيرة إن شاء الله اتصاف سبحانه وتعالى عز وجل دون غيره بصفات الكمال المطلق the absolute إن الله سبحانه وتعالى complete the absolute كما قلت لك كونه تعالى قويا قديرا عليا كبيرا سميعا بصيرا only الله أنا ممكن أسمع لكن سمعي محدود أنا ممكن أشوف بس شوفي محدود I can hear but my hearing is limited and my vision is limited my voice is limited but كلام الله سبحانه وتعالى قوة الله سبحانه وتعالى unlimited absolute there is no ليس كمثله شيء and I'm making this kind of conversing stuff for الله العظيم but ليس there's nothing like Allah سبحانه وتعالى but my vision my hearing my voice my thinking is always limited I need someone to remind me. I need somebody, what are you talking about? What you are saying? And even if I speak, you'll take it different way. We are sitting together. Like Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifa, لم يكتب كتاب فقه. He never wrote a book of fiqh, Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. You have two students, Abu Yusuf, rahimahullah, and Muhammad al-Hasan, rahimahullah ta'ala. And they used to write after Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala and those both together they used to learn from Imam Abu Hanifa rahimahullah and both they have different opinion both they have different opinion. They listen from one source they listen from one exact one source but completely different they have different madhab the Hanafi But it's completely different. Go to some part in India and some part in India and some part in Turkey or Pakistan. Whoever follow Al-Hassan, Imam Muhammad Al-Hassan or Abu Yusuf, it's completely different school of thought. It's not 100% different, but they learn from one resource. So even together, we go and somebody take this lecture of Uluhiyya and give it to someone else, you get maybe completely have a different strategy. And I mentioned this book, Alhamdulillah, I studied this book like till every sheikh describe it or explain it in a different way. But definitely they learned from one resource. For Asma al-Uluhiyya, Asma al-Sifat, Asma al-Rubbiyya, it's the same. But everybody have different strategy. But Allah... بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء لله در الحاملات أمانة الطامعات بجنة وجزاء الداعيات إلى الهدى في حكمة فلهم من الأعماق جل دعائي